ومن العراق إلى ألمانيا، حيث شهدت مدينة شتوتغارت إقامة معرض للصور الفوتوغرافية الخاصة بأحداث الانتفاضة الشعبانية المباركة واعتداء أزلام النظام البائد على العتبات المقدسة. المعرض تميز بحضور جمع من الألمان والجاليات فضلا عن مهتمين بالاطلاع على أهم الحوادث في العالم. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. تحت عنوان الحسين يقتل مرتين، حاول المصور إحسان الجيزاني التذكير بالهجمة التي قام بها النظام البائد على مرقد الإمام الحسين عليه السلام إبان انتفاضة عام 1991 ميلادية، من خلال معرض للصور الفوتوغرافية أقامه في مدينة شتوتغارت الألمانية. أريد أن أوصل فكرة للمتلقي بأن اللي حدث في عام 91 هو كارثة إنسانية. شفت التفاعل، أما تفاعل كذلك دول عربية من السعودية، من شاهد أو مشاهد يقول إحنا نسمع بأن كربلاء كانت تدمر. يعني الصورة الفوتوغرافية هنا أعلى من 1000 كلمة، ومن خلال هذا المعرض أوصلناها للصورة وثائقية للعالم العربي والعالم الأوروبي. النكبة اللي صارت بسنة 1991 من قبل النظام السابق، والتهديم والتهجير اللي صار لمحبين الحسين، وكذلك مرقد الإمام الحسين، قبر الإمام الحسين تعرض أيضا، وعند تعرض الحسين ومحبين الحسين ومرقد الإمام الحسين والشعائر الحسينية إلى الاضطهاد وإلى القمع، هذا تعتبر قتلة أخرى للحسين. لذلك سمي هذا المعرض أنه الحسين يقتل مرتين، أنه كدليل، وعدنا الإثبات على ذلك الصور الموجودة أمامكم حاليا أنه كيف قتل مرة ثانية في سنة 1991. كما كان هنالك حضور لألمان مسلمين ومن المهتمين بالشأن العراقي، أرادوا الاطلاع بشكل أوضح على أحداث تلك الفترة. نحن اليوم هنا في شتوتغارت نشاهد هذا المعرض الملفت للنظر، حيث نجد فيه صورا حول العراق ونلاحظ الوحشية التي قمع بها الشيعة في ذلك الحين، وهذه الصور قلما يشاهدها المرء في الإعلام الألماني حول المصاعب في العراق والتي يعاني منها الشيعة في المجالات المختلفة. هذا المعرض جدا جميل، والحضور كان حضور واسع، ومن شخصيات حضرت إلى هذا المعرض. الحسين يقتل مرتين، قتل في كربلاء مرتين، مرة في استشهاده ومرة ثانية في سنة 1991 الانتفاضة الشعبانية المباركة. يتجلى اليوم هنا بوضوح، مهما حاول الطغاة سيبقى الحسين خالدا في وجدان التاريخ. محمد حيدر الخفاجي لقناة كربلاء الفضائية، شتوتغارت ألمانيا.